بسم الله الرحمن الرحيم. والنهارده ان شاء الله الحصه الثانيه في شرح منهج الباثولوجي، وهنكمل مع بعض السترومبايزز. فهنبدا نشوف السترومبايزز. في الحصه الماضيه اتكلمنا على السترومبايزز وعرفنا ان هو مرض باثولوجي بيحصل جوه الانجورد بلاد فيزل، وعرفنا الاسباب بتاعته. وجيت قلت لك ان السترومبس عشان اقول عليها سترومبايز عشان اقول عليها كلوتينج لابد ان يبقى ليها اربع اسباب. ايه هو الشرط الاولاني؟ ان تتكون ان تكون كل صلبه سوليد ماس. السبب الثاني ان هو يتكون جوه السي في اس، كان هارت او بلاد فيزل. الشرط الثالث انها تتكون ديورينج لايف. والشرط الرابع ان تتكون من السيركيوليتنج بلاد اليمنتس. ده كان اتكلمنا عليه الحصه اللي فاتت، وكنا بدانا في الكلاسيفيكيشن اوف السترومباي، وكلمنا على المورفولوجي اللي هو كان اخر حاجه اتكلمنا عليها كانت اللاينز اوف ذا هاند. طيب هنبدا نخش بقى على بقيه الكلاسيفيكيشن اوف السترومبس. فبقسمها الى اوكيوليسيف ونون اوكيوليسيف وبروباجيتنج سرومبس. تمام، نبدا نشوف كده التقسيمه دي هتمشي معانا ازاي. كلامنا كله دلوقتي في كتابنا في كتاب كليتنا في صفحه 69، فهنبدا نشوف الكلام ماشي معانا ازاي. بقسمها الى اوكيوليسيف ونون اوكيوليسيف، ونشوف الرسمتين اللي قدامنا دول. طيب كلمه اوكيوليسيف معناها انها هتسد البلاد فيزل، هتسد البلاد فيزل، يعني لما الجلطه هتسد البلاد فيزل. طيب كلمه اوكيوليسيف يعني الجلطه هتسد البلاد فيزل. طيب تتوقع بالعقل كده انا قدامي اثنين بلاد فيزل، انه فيهم ان لما اكون جلطه فيه هتبقى اوكيوليسيف يعني هتسد البلاد فيزل؟ اكيد البلاد فيزل الضيق. فنيجي نشوف كده الاحوال هتبقى ماشيه ازاي في البلاد فيزل. بص يا سيدي، ادي الجلطه هتبدا تتكون معانا في البلاد فيزل الواسع اللي هو زي ما انت شايف البلاد فيزل اللي فوق ده. هل سدت البلاد فيزل تماما؟ لا، فبقول عليها نون اوكيوليسيف سورومبس. طيب بنشوف البلاد فيزل الثاني الضيق، اتكونت الجلطه قدامي اهي، سدت البلاد فيزل، فبقول عليها اوكيوليسيف اوكيوليسيف سورومبس. تمام، طيب بالنسبه للارتري، فالارتري غالبا بيكون او موستلي الارتري بيبقى الارتري ثرومبس بتبقى اوكيوليسيف، بتبقى غالبا بتبقى من النوع الاوكيوليسيف اللي هي بتقفل البلاد فيزل تماما. تمام، وبتحصل نتيجه طبعا الاسباب اللي اتكلمنا عليها في المره اللي فاتت، زي الاندوثيليوم سيد انجري والحاجات اللي اتكلمنا، والانيوريزم والحاجات اللي اتكلمنا عليها، وهتبقى اوضح اكتر لما ناخد الكلاسيفيكيشن اكوردنج للسايت. طيب بالنسبه لو كان البلاد فيزل ضيق قلنا هتبقى اوكيوليسيف، ولو كان واسع هتبقى نون اوكيوليسيف. الكلام اللي مكتوب عندنا في الكتاب في صفحه 69 اللي هو قال لك فينس وارتريال ده هيتاخد في الصفحه اللي قبلها في التفصيل، فلا داعي ان انا اقوله دلوقتي. تمام، الفكره انك تعرف ان انه النوع الاشهر بالنسبه لي هو النوع الاوكيوليسيف، النوع اللي بيسد البلاد فيزل تماما، ده النوع اللي مشهور بالنسبه لي سواء كان ارتري او فين، الاثنين بيكون من النوع الاوكيوليسيف. طيب بالنسبه للنوع التالت بيبقى مور كومن جوه الفين، ده طبعا نون اوكيوليسيف اللي هو البلاد فيزل اللي فوق، ده بيبقى اوكيوليسيف البلاد فيزل اللي تحت. النوع التالت ده بقى وده اللي يهمني اللي هو البروباجيتنج ثرومبس. ده بروباجيتنج ثرومبس هو شرحها لنا في الكتاب مع الفينس في صفحه 68، واحنا نبدا نشرحها برده على فين عندنا. ده فين، الفين اللي قدامي جاي له تفرعات من حتت ثانيه زي ما انت شايف قدامك. فهنفرض ان الفين هنا هيكون هنا في ايه؟ جلطه، الجلطه دي اسمها ايه؟ اسمها كلوتنج ولا ثرومبس؟ اسمها ثرومبس. عرفت منين يا دكتور؟ انا قلت لك في اول حصه ان انا اتكلمت عن حاجه اسمها ثرومبس، وقلت لك انها لازم تبقى سوليد ماس، ادي السوليد ماس. سيركيوليتنج بلاد، ده الدم جاي من هنا وجاي من هنا، يبقى سيركيوليتنج، يبقى سيركيوليتنج بلاد. تمام، واتكون جوه بلاد فيزل، ده فين اهو، ده اتكون جوه بلاد فيزل. تمام، ديورنج لايف، بفرض الانسان طبعا ديورنج لايف الدم بتاعه سيركيوليتنج، ديورنج لايف دي معتمد على سيركيوليتنج، طول ما الانسان عايش الدم بتاعه شغال. تمام، يبقى دي ثرومبس. تمام، الدم اللي هيجي هنا بقى، الدم اللي هيجي هنا، الدم ده ستاجننت يعني ثابت ولا ولا دم سيركيوليتنج؟ دم ستاجننت، هتتكون ايه؟ هتتكون كلوتنج وليس ثرومبس. يبقى هتتكون اول واحده ثرومبس وبعدين كلوتنج. هيجي دم من هنا متحرك سيركيوليتنج، الدم اللي جاي من هنا سيركيوليتنج، فهيبقى ادي الدم اهو ماشي من هنا سيركيوليتنج، فهيبدا يكون ايه؟ ثرومبس.
طيب بقى الدم اللي ماشي ستاجننت، دم ثابت يعني فقدت شرط من شروط الثرومبس، فهيتكون ايه؟ هيتكون كلوتينج، هيجي دم من هنا برضه، دم متحرك سيركيوليتنج. فلما الدم يجي من هنا بقى الدم سيركيوليتنج تتكون ثرومبس، وتانيها ماشيه وهكذا وهكذا. ده النوع الاخير اللي هو البروباجيتنج ثرومبس، نوع مهم جدا كلينيكال، مهم جدا بالنسبه لنا. الفكره انك تعرف سواء لو الشروط كلها متحققه في كله ما عدا الدم المتحرك. هنا الدم متحرك جاي من كل حته فتكون ثرومبس، جه هنا بقى الدم استاجنت فتكون ايه؟ كلوتينج. بقى الدم جاي من فين تاني هنا فبدا الدم جاي سيركيوليتنج فكون ثرومبس، بعدها الدم بقى استاجنت فكون ايه؟ كون كلوتينج، بعدها الدم جاي هنا سيركيوليتنج فكون ايه؟ ثرومبس. وده النوع البروباجيتنج، النوع الاخير في الاوكلوزيف ونون اوكلوزيف، وبتحصل غالبا في الفين. تمام، وهنعرف ليه الارتيرال ثرومباي بصفه عامه بتكون ليس كومن، وهنعرف ان شاء الله مش بعيد ده في السلايد الجاي. ادي نخش بعدها بقيه الكلاسيفيكيشن، هعمل كلاسيفيكيشن اكوردنج للسايت، فبقسمها لارتري وهقسمها لفين وهقسمها لكابيلاري وهقسمها لكارديك، وهبدا بالارتيرال وهو ليس كومن. ليه الثرومبس في الارتري بتبقى ليس كومن؟ بكل بساطه لان سرعه الدم في الفين بتكون اقل من سرعته في الارتري. يعني ايه سرعه الدم هتفيدني في ايه؟ ده الحصه اللي فاتت كان سبب مهم من اسباب نزال الثرومبس اللي هو كان الفير كاو ترانجل او الفير كاو تريد، قلنا كان اهم اسباب هو الاستيزز وقعدنا نشرح فيها كتير. فانا جيت قلت لك ان الدم سرعته جوه الفين اقل، فطبيعي جدا ان دي احد اسباب الثرومبس اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، فبالتالي بتكون الفين مور كومان والارتي ليس كومان. مش ده السبب الوحيد، السبب التاني ان الوول بتاع الفين بيكون ضعيف. يعني ايه؟ يعني سين وول. فبسهوله جدا اي خدشه تعور الاندوثيليوم تعمل لي اهم سبب من اسباب الفيركاو المره اللي فاتت كان الاندوثيليوم سيد انجري. يبقى دي سببين مهمين جدا بيخلي لك الارتير ثرومبس ليس كومن ذان الفينوس ثرومبس، وهو ان الدم جوه الفين بيبقى مور سلو، بيبقى ابطا من الارتري، وان الفين عنده سين وول، يعني الوول بتاعه سين، يعني اي خدشه تعور الاندوثيليوم. تمام، الارتري. طب الارتير بيحصل ازاي؟ الثلاثه ايه اللي اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت اللي هما كان الارثيروسكليروزس والانيوريزم والارترايتس. تمام، دول ثلاثه ايه من اهم اسباب الارتيال ايه ثرومبس. طيب السطر اللي كاتبه لي في الكتاب ده هنوضحه بصوره دلوقتي اللي هو الالسريتد ارثيروتيك بليك. بص يا سيدي، الصوره اللي قدامنا دي موضحه ان ارتري جواه بليك، البليك دي اللي هي الحته اللي قدام الصفرة دي هيبدا الجسم بتاعي يستجيب ليها ويعمل هيلينج، فيكون هيلينج باي فايبروزز، عمل حاجه اسمها فايبروس كاب. الفايبروس كاب لما ترابتش راح تعمل ايه؟ هتعمل ألسر. فلما يعمل الألسر حصل انجري في الحته دي، تيجي الجلطه تتكون، منعت البلاد سبلاي ان هو يروح. يبقى ده الحته اللي بيتكلم عليها، بيقول لك انها السبب بتاع الاورتيك ثرومبس هو الحته اللي احنا شفناها قدامك دي. حتى وراسم لك في الرسمه اللي جايبينها في الصوره هنا الهارت، لان هو السبب الرئيسي في حدوث الاورتيك ثرومبس هو الموضوع ده، ان حصل دلوقتي فايبروسيس، تكون فايبروسيس كاب، هيبدا الجسم يعالج بعد ما يكون الفايبروس، بعد تكون البليك الصفراء اللي قدامي هتبدا دي ترابتشر، الكاب ترابتشر. تمام، فهيبدا هنا الحته دي هيبقى اسمها ألسر. تمام، هتبدا هنا نتيجه الانجري اللي حصل هنا، هيبدا البلاد تتكون، بلاد كلوتنج تبدا تتكون او ثرومبس تبدا تتكون، وده هيبقى الايه؟ هيبقى السبب الرئيسي في الاورتيك ايه؟ ثرومبس. طيب السطر اللي هو الاخير في حاله الارتيا ده خليه لي دلوقتي، هناخده ان شاء الله يعني السلايد الجاي. طيب بنشوف النقطه اللي بعدها، هو دايركشن اوف البلاد فلو. بالنسبه لموضوع الفينس، انا كده اتكلمت على الارتري. موضوع الفينس هو شرح موضوع البروباجيتنج اللي احنا شرحناه في اول حصه، فلا داعي ان احنا نكرره، لكن المعلومه الوحيده الزياده اللي هو اتجاه البلاد في حاله الثرومبس هيبقى ماشي ازاي. موضوع تاني نركز فيه بس الارتي، كل اللي عايزك تعرفه فيه الثلاثه ايه اللي هم الانيوريزم والارثيروسكلروزس والارتايتس، وتعرف السبب اللي بيعمل لي الاورتيك ثرومبس اللي هو الالسريتد ارثيروسكلوتيك بليك. تمام، الفينس اللي عايزك تعرفه فيه موضوع البروباجيتنج وانت فاهمه. تمام، والموضوع اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو الدايركشن اوف البلاد فلو. نبدا نشوف الدايركشن اوف البلاد فلو هيمشي ازاي. انا عندي الدم عباره عن كده، ده ارتري ماشي ماسك في فين،
والفين ده هيودي لحته، والارتري ده واخد من حته، واخد منين؟ الارتري واخد من الهارت، فاتجاه الدم ماشي كده، اتجاه الدم نورمالي بدون اي حاجه خالص، الدم طالع من الهارت يخش في الارتري، هيخش من الارتري على الفين، من الفين هيرجع تاني للهارت مره تانيه. ده اتجاه الدم الطبيعي في جسم اي بني ادم. طيب ادي فين، الفين ده لو حصل فيه ثرومبس زي اللي قدامي كده اتجاه الدم هيروح ازاي، ولو حصل الثرومبس في الارتري اتجاه الدم هيروح ازاي؟ الثرومبس في الفين، الثرومبس في الفين هتودي الدم ناحيه الهارت. انا يبقى انا هدفي ان انا اودي الدم للهارت، فالفين اللي قدامي ده تكون فيه ثرومبس، فلما تكون فيه ثرومبس لما الدم يروح للهارت هيروح ازاي؟ اتجاه الدم الطبيعي زي ما قلنا، واخد من الارتري رايح للفين مودي الهارت، يعني الفين هيعتبر اتجاه الدم ماشي فيه طبيعي خالص. فبيقول لك ان الفينس ثرومبس اكستند ان ذا دايركشن اوف بلاد فلو، يعني ماشيه في نفس اتجاه الايه؟ في نفس اتجاه البلاد فلو، بلاد فلو ماشي كده عشان يودي للهارت، ده هتمشي الثرومبس هتمشي معاه بنفس الطريقه. ده كان بالنسبه للحاله الفين. طب بحاله الارتري، ادي ارتري قدامي، الارتري بياخد من الهارت يودي للفين. طيب تكون ثرومبس في الهارت، الدم هيجي ازاي؟ الدم ماشي مع المؤشر بتاعي اللي هو رايح من هنا قابل الثرومبس، هيعمل ايه؟ هيقف، هيرجع ورا تاني ويرجع للهارت مره تانيه. فدي الفكره هنا، ان الدم في حاله الفين بيمشي في الاتجاه الطبيعي بتاعه في حاله الثرومبس. طيب في حاله الارتري بتلاقيه ماشي ريتروجريد، ماشي ريتروجريد يعني راجع ورا على عكس الاتجاه الطبيعي بتاعه. ده كان الدايركشن اوف بلاد فلو في حاله الارتري والفين في كل من الثرومبس اللي عندنا. طيب كده خلصنا الارتري والفين، طبيعي جدا نخش على الكارديك. طيب موضوع الكارديك ده نظامه ايه؟ بس قبل ما اخش على الكارديك احب اعمل لك المقارنه الجميله دي ما بين الثرومبو فليبايتس والفليبو ثرومبوزز. تمام، نبدا نشوف كده الدنيا ماشيه ازاي. طبعا المقارنه دي بالنص من كتاب الكليه، انا جايبها بالنص من كتاب الكليه. طيب نبدا نشوف الموضوع ده هيمشي فيه ازاي. بص يا سيدي، الديفينيشن احنا مش بنحفظ ديفينيشن، احنا دايما بنجيبه من التربونولوجي، من الترمونولوجي. فانا عندي ابدا اشوف اقسم الكلمه بتاعتي الى كلمه ثرومبو، كلمه ثرومبو يعني ثرومبس. تمام، طيب بالنسبة للفليب، الفليب دي معناها فين، معناها فين. طيب ايتس في الاخر دي معناها انفلاميشن. طيب يبقى هات الديفينيشن، يبقى عبارة عن ثرومبس في الانفليم دي فين، ده كان الديفينيشن بتاعها. هل انه فيهم دي بتبقى حدوثها اقل، يعني في حالة الفليب والثرومبو في البايتس دي حدوثها اقل من التانية اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي. طيب التايبس بتاعتها، التايبس ممكن تكون سيبتك وممكن تكون اسيبتك. سيبتك يعني سببها بكتيريا، في بكتيريا في الثرومبس عملت لي المرض ده كله، وده في حاله الانفلاميشن ما فيهوش اي مشكله، البكتيريا هتخش تعمل انفلاميشن زي مثلا في سواء كان سابيوراتيف او اكيوت، يعني سواء سابيوراتيف او ديفيوز، فممكن السابيوراتيف او نون سابيوراتيف. تمام، ممكن تتكون انفلاميشن زي مثلا ابندسايتس، ممكن يحصل ابندسايتس، فلما يحصل ابنسايد ده ممكن يؤدي ان الفين يلتهب، فلما الفين يلتهب ممكن يحصل ثرومبس. تمام، لان طبعا الانديوثيليوم هيتعور لما الانفلاميشن يحصل. من اهم الميكانيزم بتاعت الانفلاميشن اللي خدناه في الترم الاول هي اندوثيليوم سين انجري، فالاندوثيليوم لما يتعور ممكن يتكون ايه؟ ثرومبس. يبقى السيبتيك في حاله الانفلاميشن، اي انفلاميشن مهما كان. طب الاسيبتيك الايراديشن، نبدأ نتكلم شويه على الموضوع ده. اول حاجه كلمه اسيبتك معناها ان مش بكتيريا هي اللي مسببها، واشهر مثال على كده اللي هو كاتبه لنا في الكتاب الايراديشن، فبيقول لك مثلا عندي لما الستات لما يبقى عندهم بريست كانسر بنضطر نشيل البريست. طيب البريست بيتشال ازاي؟ بيتشال براديو ريسبونسيف كارسينوما. تمام، كاني عملت ايراديشن وساعتها بوصل للاكسيلري فين، فعملت له اكسيلري فين فبيحصل له انفلاميشن، فببقى عملت حاجة اسمها ايه؟ ثرومبو فيليبايتس، يعني عملت انفلاميشن اهو في الفين. تمام؟ طيب ليه دلوقتي ليه بتبقى سيبتك؟ عشان ما فيهاش بكتيريا، لأن الإيراديشن ده ما فيهوش بايوجينيك بكتيريا. تمام؟ ده كان الشرح بتاع الإيراديشن اللي هو في أشهر مثال ليه في حالة البريست كانسر. الكومبليكيشن ممكن يحصل ثرومبوليزم بس فيها سيبتك، يعني فيها بكتيريا.
يبقى ده كان موضوع الصليب في البايتس ما فيهوش اي مشكله. طب التاني ده برضو عادي جدا وطبيعي، مش ما فيهوش بكتيريا خالص، في ليب وثرومبويز. ده بيحصل ازاي؟ معنى ذلك ان مفيش انفلاميشن في الفين، الفين بتاعي ما حصلوش انفلاميشن، وده اللي بيحصل عندنا كتير. وسببه بكل بساطه هي انك تتعرض انت كمريض لبريد سبوزنج فاكتور، اللي هي زي مثلا تكون عامل عمليه تقعد في السرير، وده بيبقى واضح جدا في حاله البريجنسي، وبيجي لهم في الرجل كتير، فبيبقى واضح جدا في حاله البريجنسي ان هو حاله ان الجسم بتاعي واقف عن الحركه، فدلوقتي ممكن يؤدي ان اللي يحصل ثرومبايزز بدون اي انفلاميشن خالص حاصل. طبعا المثال اللي عندنا ان ممكن يحصل في الكالف فينز في حاله الهارت فيليور. تمام، ده كان موضوع ممكن كومبليكيشن ثرومبوليزم بس بدون بكتيريا. ده هنا الفكره بتاعت المقارنه اللي قدامك. تمام، طيب احنا كده خلصنا النقطه دي، نبدا نخش على الكارديك اللي هي النوع الاخير اللي عندنا في السايت. الموضوع الكارديك موضوع سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. بيحصل اول حاجه اسمها فيجيتيشنز. يعني ايه فيجيتيشنز؟ يعني ثرومبس جوه الهارت فالفز، حصل ثرومبس جوه الهارت فالفز. وبتحصل ازاي بقى؟ بتحصل نتيجه لابنورمال مايوكارديال كونتراكشن، والكلام ده هناخده بالتفصيل ان شاء الله في شابتر السي في اس السنه الجايه الترم الاول ان شاء الله. لكن دلوقتي بنقول انا عندي حصل ابنورمال مايوكارديال كونتراكشن، هنبدا نقول كلمتين بحيث ان هم ايه ان هم يساعدونا ان احنا نفهم الكلام ده. الابنورمال مايوكارديال كونتراكشن ممكن يؤدي ان يحصل اريزمي، يعني القلب بتاعي مش منتظم. نتيجه لايه بقى؟ بص يا سيدي، لما عضله القلب ما تنقبضش كويس، ايه اللي بيحصل؟ الدم بيبدا يتجمع في الفالفز، اللي هو كنا بنقول عليها في الثانوي الشرفات بتاعت الفالفز بتبدا تخبط في بعضها، فالدم بيبدا يتجمع في الحته اللي حصل فيها التخبط ده اهي، فيعمل لي الثرومبس اللي بنتكلم عليها. بتحصل ايه؟ نتيجتها ايه اللي بيحصل؟ نتيجتها ان ممكن تحصل نتيجه الارزميا، عدم انتظام ضربات القلب ممكن يؤدي لابنورمال كونتراكشن ودايليتد كارديو مايوباسي، الهارت بتاعي يبقى كبير. ليه؟ نتيجه تجمع الدم او المايوكارديال انفكشن، عضله القلب بتاعتي تموت. نتيجه لعضله القلب تموت يعني الاندوثيليوم بتاعها متعور. تمام، ده سبب. السبب الثاني اللي هو اندوكارديال انجري، ونتيجه الانفلاميشن، وقلنا من ميكانيزم الانفلاميشن هو الاندوثيليوم انجري، فهيحصل ايه؟ فهيحصل الثرومبس. يبقى دلوقتي الحته دي عايزك تطلع منها بايه؟ السببين. السبب الاول هو ابنورمال مايوكارديال كونتراكشن، والسبب الثاني اللي هو انديو مايوكارديال انجري. واحده دائما بيبقى سببها الانفلاميشن، واحد ثاني بنبدا نشرحها مع بعض. طيب لو الفيجيتيشن كان فيها بكتيريا، ولو الفيجيتيشن ما كانش فيها بكتيريا، زي اللي اتكلمنا عليها في السلايد اللي فاتت كان سيبتيك واسيبتيك. طيب لو هي ما فيهاش بكتيريا بقول عليها ستيرايل فيجيتيشنز، بتحصل فين؟ بص يا سيدي، بيقول لك ان النون انفكتد فالف، الناس اللي عندهم هايبر كواجولستيزز بتتسمى نون بكتيريال ثرومبوتيك انديوكاردايتس. هي حصلت طبعا نتيجه للانفلاميشن. بتحصل امتى بقى؟ هي بتحصل في مرضين. المرض الاولاني اللي هو بيبقى اسمه سيستميك ليوباس اريثروميتوسيس ترايل، وده مرض اوتو اميون ديزيز، اللي هو كنا بنقول عليه الزئبه الحمراء. تلاقي العيان تحت عينه في خطوط حمراء نازله كده كانه شبه الذئب، كنا الذئبه الحمراء. ده من الاسباب اللي بتحصل فيها ستيرايل فيجيتيشن، ده اوتو اميون ديزيز. طيب ايه التاني؟ حاجه تانيه اسمها فيريكوس انديوكارديتس، او اسمها ليبمان ساكس انديوكارديتس، اللي هو بيبقى انفلاميشن عادي في الانديوكارديوم، ولكن بتبقى في حته لامعه، بتبقى في حته ايه لامعه في الهارت، فبقول عليها فيركيوس ايه انديوكارديتس. طبعا الكلام بيتاخد بالتفصيل في السي في اس في السيستميك، لكن بنحاول نقول كلمتين نوضح بيهم الدنيا هنا. يبقى عندي دلوقتي الفيجيتيشن بتحصل نتيجه حاجتين، ابنورمال مايوكارديال كونتراكشن، او اللي هو السبب الثاني كان انديو مايوكارديال انجري. طب الاستيرايل فيجيتيشن بتحصل او تعريفها ايه الاول؟ نون انفكتد فالفز ان فيرسوس هايبر كواجول ستيزز. تمام، طيب بتحصل امتى؟ مرضين، مرض اوتو اميون ديزيز، والمرض الثاني اسمه فيركياس انديوكارديتس، اللي هي بلاقي انديوكارديا عادي ملتهب ولكن في حته بتلمع. طب بالنسبه للانفكتد، الانفكتد ده يا سيدي اللي هي بقول عليها انفكتد فيجيتيشن بتحصل نتيجه انفكتد انديوكارديتس. طيب بيحصل الثرومبس بتاعتي تبقى ميكسد ويز بكتيريا، يعني معاها بكتيريا زي السيبتيك اللي اتكلمنا عليها في السلايد اللي فاتت كده. طيب بتحصل ازاي بقى؟ بص يا سيدي، واحد عنده روماتيك هارت ديزيز،
او واحد عنده سب اكيوت انفكتيف انديوكاردايتس، واحد عنده واحد من الاثنين دول، معنى ذلك ان الفالفز بتاعت العيان ده هيحصل لها دامج، فالبكتيريا هتبدا تلزق في الفالفز اللي كان حصل لها دامج قبل كده ده، وتبدا تعمل الفيجيتيشن الثرومبس اللي بتتكلم عليها دي. نفس الفكره، بكتيريا هتخش تعمل انفلاميشن انديوسيليوم سيل انجري، يحصل الانفلاميشن وتحصل بعدها الايه، تحصل اللي هي الايه الفيجيتيشن الثرومبس في الفالف. طيب لو كان بقى الفالف ده هيلسي امتى؟ في حاله الاكيوت بكتيريال انديوكاردايتس، البكتيريا او الفانجاي هتروح تلزق في الفالف ده، يحصل انديوسيليوم سيل انجري، وبالتالي تتكون الثرومبس. الكلام ده تفصيله في السي في اس، حتى ما اتطرقوش عندنا في الكليه وشرحوه بالتفصيل، الكليه قالت كلمتين كده على الموضوع ده، ما اتطرقوش شرحوه بالتفصيل، لان هو موال وموال. اللي انا عايزك تطلعه من الكاردياك ثرومباي انها حاجه اسمها فيجيتيشن، فيجيتيشن بتتكون ثرومبس في الهارت فالف، تمام، بتحصل نتيجه الابنورم مايوكايدر كونتراكشن والانديو مايوكايدر انجري، وبتبقى فيها بكتيريا وما فيهاش. لو فيها بكتيريا بقول عليها انفكتيف، لو جت لانسان عنده روماتيك هارت ديزيز او سب اكيوت انديوكاردايتس، فبيبقى الفالفز ده بيبقى بريفرسلي دامج، بتبدا البكتيريا تلزق فيه تعمل انفلاميشن اندوثيليوم سيل انجري. طيب لو كانت العيان عنده اكيوت بكتيريال انديوكاردايتس، يعني الفالفز بتاعته كانت هيلسي، فبالتالي هتلزق البكتيريا في الهيلسز ده وتعمل اندوثيليوم سيل انجري، تمام. طيب بالنسبه للاسترايل بقى اللي ما فيهاش، مرض اوتوميون ديزيز ومرض تاني اسمه فيركياس انديوكاردايتس، ده اللي انا عايزك تطلعه من الكاردياك ثرومبس، هو نفس الكلام موجود في الكتاب. طيب في حاجه اسمها ميورال ثرومباي، دي بتحصل في جدار القلب او في الشامبرز، في جوه هارت تشامبرز، جوه الحجرات بتاعت القلب، سواء كان الفنتكل او ممكن تحصل في الاورتيك ليومن، في التجويف بتاع شريان الاورطه، ودي ملهاش قيمه بالنسبه لي، تمام. طيب الموضوع الثالث والاخير ودي رير جدا عندنا، اللي هي الكابيلاري ثرومباي. كابيلاري ثرومباي وهي عباره بتحصل نتيجه اكيوت انفلاميشن في البرد الشديد، ودي فيري رير ان ايجيبت، لذلك مش بنتطرق ليها كتير. ده كان موضوع الكاردياك. طيب الفيت اوف الثرومبس بنبدا نشوفها مع بعض كده ونبدا نشرحها مع بعض. انا كده خلصت لك الكلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن قسمناها اكوردنج للكلر واكوردنج للسايت واكوردنج سواء كانت اوكلوسيف او نون اوكلوسيف او بروباجيتنج. بنبدا نشوف الفيت اوف الثرومبس. الفيت اوف الثرومبس ممكن يحصل بروباجيتنج زي السلايد اللي اتكلمنا عليها، حتى في الكتاب قال لك ديسكاست اريا، يعني اتكلمنا عليها قبل كده، بتتجمع البليتلت، ممكن يحصل امبولايزيشن، ودي كلامنا الحصه الجايه. الموضوع بقى اللي عايزك تتكلم عليه دلوقتي هو موضوع الديسلوشن، تمام. ده موضوع مهم جدا. انا عندي جوه جسمي حاجه اسمها فايبرينو لايس سيستم، يعني هيحلل الفايبرين ده، هيعمل ايه؟ قالك ان الثرومبس لما تتكون جسمي عمره ما هيسكت، فهيعمل ايه؟ هيخلي الجهاز ده يشتغل، تمام. الجهاز ده لما يشتغل هيبدا يحللها. فبقول لك ان الديستريبيوشن هو ريزلت، نتيجه للفايبرينولايسيس اللي بيؤدي ان يحصل شرينكج، يعني يعمل اختفاء وتوتال ديسابيرنس اوف الثرومبس. يبقى عندي جهاز جوه جسمي اسمه فايبرينولايسيس، ده بيعمل ايه؟ بيحلل الثرومبس، وقلنا الثرومبس اتكلمنا عليها المعادله بتاعت الحصه اللي فاتت، فهيبدا يحلل الثرومبس بتاعتنا، تمام. بيعمل لها رابيد شرينكج وتوتال ديسابيرنس، نتيجه هو بيحلل الفايبرين اللي موجود فيها، ده الجهاز بتاعي. في نفس الوقت لما ابدا احلل الفايبرين الثرومبس اللي اتكونت، هيبدا يتكون فايبرين كتير، يبدا يترسب عندي فين؟ في الـ في الـ في في الـ في, في التيشو عندي. فممكن الكلام ده يؤدي ان الثرومبس اللي موجوده قبل كده تبقى ريزيستنت للجهاز اللي اتكلمنا عليه. نفهم الحته دي تاني كده بالراحه، انا عندي جهاز جوه جسمي بيحلل الثرومباي اسمه فايبرين لايس سيستم، بيحلل الثرومبس، بيعمل لها رابيد شرينكج وتوتال ديسابيرنس، تمام. طيب لما يعملها ديسابيرنس في فايبرين هيبدا يترسب، الفايبرين ده بيعمل ايه؟ لو في ثرومبس موجوده من قبل كده هيخلي الثرومبس دي مور ريزيستنت لايسيس. طيب وايه الحل للموضوع ده يا دكتور؟ الحل بيقول لك ان انا لما ادي فايبرينوليتيك ايجنت، لو واحد عنده ثرومبس بديله فايبرينوليتيك ايجنت عشان احلل الثرومبس دي. الفايبرينوليتيك ده مثال عليه في الكتاب عندك اللي هو التي بي اي، تمام. بيقول لك ان انا لازم اديله في الفيرست فيو اورز اوف الثرومبتيك ايبيسود، يعني ليه؟
ليه؟ ليه لازم اديله من الفيرست ثرو في فيرست اورز؟ عشان الفايبرين بتاعي ما يلحقش يترسب جوه الجسم بتاعي، وبالتالي يخلي الثرومبوس مور ريزيستنت للايسز. يبقى لازم اديله اللي هو لازم اديله الفايبرينوتيك ايجنت في الفيرست فيو اورز. الموضوع ده تاني موضوع مهم جدا، الديستريبيوشن ده موضوع مهم جدا جوه. جه هقوله سريعا كده عشان برضه المهولك. عندي حاجه اسمها ديستريبيوشن، بتحدث نتيجه ان في جهاز في جسم اسمه فايبرينولايز سيستم بيبدا يحلل الثرومبس اللي موجوده، فبيعمل لها رابيد شرينكج توتال ديسابيرنس، بيخفي الثرومبس. طيب لما يخفيها بيبدا الفايبرين بتاعي يترسب، بيحصل له ديبوزيشن، وبيدي الثرومبس اللي موجوده قبل كده بيديها، بيخليها ريزيستنت للايسيس. فدي مشكله اتجنبها ازاي؟ ان انا ادي الفايبرينوليتيك ايجنت زي التي بي اي اديه في الفيرست فيو اوف يو اور، بحيث ما يبقاش الاكستنسيف فايبرين بدا يترسب جوه الجسم بتاعي. دي حته كانت مهمه جدا في الفيد. تمام، موضوع سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. طيب نشوف الحته اللي بعدها، وهو موضوع الاورجنايزيشن والري كاناليزيشن. طيب الموضوع ده موضوع سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. انا دلوقتي زي ما انت شايف، هنشوف الكلام ده برسمه قدامي. دي ثرومبس، الثرومبس دي ممكن الجسم بتاعي يتفاعل ويكون حواليها حاجه اسمها جرانيوليشن تيشو. الجرانيوليشن تيشو زي ما اتكلمنا عليه في الترم الاول وياما حكينا عليه، وقلنا ان الجرانيوليشن تيشو ده بيتكون جواه حاجه اسمها كابيلاري لوب. تمام، بيكون جواه حاجه اسمها كابيلاري لوب. فبيقول لك ان انا العمليه دي او الفيت ده عباره عن جزئين، جزء اسمه اورجانيزيشن وجزء اسمه ريكاناليزيشن. فابدا ان الثرومبس اللي موجوده بتبقى اورجانيز، بتبقى اورجانيز ازاي؟ ان الجسم بتاعي بيكون ايه؟ بيكون جرانيوليشن تيشو. الجرانيوليشن تيشو عباره عن فايبر بلاست، بعض خلايا الماسل سيلز اللي هو قلنا المايو فايبر بلاست لو انت فاكر، اللي بيقل من حجم الاسكار، والانديوثيليوم سيلز، ده الجرانيوليشن تيشو. يبقى بيبدا الجسم بتاعي يكون ايه؟ جرانيوليشن تيشو. العمليه دي بسميها ايه؟ اورجانيزيشن. الجسم بتاعي بيبدا ينظم نفسه عشان يواجه الثرومبس اللي حصل، بيكون لها ايه؟ جرانيوليشن تيشو. طيب هيحصل ريكاناليزيشن ازاي؟ بص يا سيدي، اللي هيحصل كالتالي. انا دلوقتي لما اتجون كرانيوليشن تيشو، الثرومبس بتاعتي هيبدا حجمها يقل. يبقى انا كده عالجت الثرومبس، ولا اتعالجت، الجسم بتاعي قدر يعالج الثرومبس منه لنفسه. طيب هيجي بقى عشان يحصل ريكانلايزيشن لازم يحصل اورجانيزيشن. يعني عشان يحصل ريكانلايزيشن لازم يحصل اورجانيزيشن. ازاي؟ ان انا اكون الجرانيوليشن تيشو بتاعي، هتبدا الكابيلري بتاعت الجرانيوليشن تيشو تعمل كانل، فبيحصل على ما بيحصل لها كانلايزيشن. ازاي بقى بيحصل لها كانلايزيشن؟ ان الكابيلري بتبدا تلزق في بعضها، فبتعمل الكانل اللي بنتكلم عليها، بتعمل طريق للدم عشان يمشي فيه. يبقى اهم حاجه في الفيت تطلع لي بالفيد بكلمتين، اللي هي الديستيليوشن، الفايبرينوليتيك سيستم بيحلل الثرومبس، وبيرسب الفايبرين اللي ممكن يدي الثرومبس ريزيستنت لايسيس. طيب موضوع الاورجنايزيشن، الجسم بتاعي بيكون جرانيوليشن تيشو، بيعمل شرينكج للحجم بتاع الثرومبس. تمام، بعدها الكابيلري بتحصل لها انستموزس مع بعضها، وتكون لي تشانل عشان الدم يروح فيها. فاهم الفكره دي ماشيه ازاي؟ ده كان موضوع الفيت اوف الثرومبس. كده تعتبر الحصه بتاعتنا تعتبر انتهت. الباقي موضوع سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. الموضوع اللي بيتكلمنا عليه هو الدي اي سي، اللي هو انتشار الثرومبس. فلو قدامي فين جواه ثرومبس، الفين ده ممكن يودي لي اللانج، وممكن يودي لي الهارت، وممكن يودي للبرين، وممكن يودي للكدني. تمام، الفين ده جوه الثرومبس. طب ما ممكن الثرومبس دي يا دكتور تنتقل تروح لللنج، طبيعي جدا. طب ما ممكن الثرومبس دي تروح للهارت، كلام طبيعي، ممكن تروح للبرين، ممكن تروح للكدني. الكلام ده اسمه ايه؟ الكلام اللي انا عملته ده اسمه ايه؟ اسمه دي اي سي، اللي هو ديسمينتيد انترافاسكولار كواجوليشن ديس اوردرز، دي اي سي، اللي هو الدم بتاعي ممكن الثرومبس بتاعتي تنتشر في كل حته. فبقول لك يا سيدي، بيقول لك ان بيحصل وايد سبريد للثرومبس. تمام، نتيجه للبليتلت، البليتلت بتتكون. طب البليتلت دي سببها ايه؟ والله سببها ان انت يا مريض حصل لك بري ديسبوزنج فاكتور. ايه هي البري ديسبوزنج فاكتور اللي حصلت لك؟ ان انت مثلا دخلت عملت عمليه، بعد العمليه عدد البليتلت بيزيد، فعدد البليتلت زاد، انت ممكن يحصل ثرومبس. فلما حصل ثرومبس مثلا في الفين ده،
وعدد البليت الزايد بعد البليت سبوزنج فاكتور اللي انت عرضتها وحدوث العمليه، ممكن الثرومبس تنتقل من الفين ده هو تروح لاي حته من حته المضطر اللي قدامنا دي. فقال لك فعلا هنا في الكتاب قال لك انها بتحصل وايد سبريد للفايبرنس ثرومبس، ممكن تحصل في البرين وفي اللانجز والهارت والكدني، ومنها بتحصل نتيجه لايه؟ نتيجه للبليتلس والكواجوليشن بروتين كونسيبشن. تمام. طيب دلوقتي انا لما عملت كذا طبيعي جدا الجسم بتاعي يبدا يستجيب، فالفايبرين وليتك سيستم ميكانيزم هتبدا تشتغل. تمام. وهيبدا ايه؟ وهيبدا يعالج اللي حصل ده دلوقتي. تمام. فهيبدا الفايبرين وليتك ميكانيزم بتاعي يبدا يشتغل بتاعي، فتلاقي الانسان عمال ينزف. يعني نفس الوقت يعني الجسم بتاعي ممكن يستجيب ويحلل الثرومبس دي والجسم يبدا ينزف. فعلا ممكن يحصل نزيف في المخ، نزيف في اي حته. تمام. فدي الفكره اللي قدامي هنا، الفكره ان انا عندي ثرومبس ممكن تنتقل لاي مكان. ده اسمه دي اي سي، ديسمنتد انترافاسكولار كواجوليشن، بتنتقل من اي حته لاي مكان في الجسم نتيجه لزياده البليت تيست بعد تعرضك لبري ديسبوزنج فاكتور. طيب لو حصل ده ممكن يحصل الجسم بتاعي ده يستجيب، الفايبرينوتيك سيستم هيبدا يشتغل ويبدا يحلل الثرومبس اللي اتكلمنا عليها دي. طيب في ناس بيقول لك الدي اي سي دي ممكن نقول انها ايه؟ انها كومبليكيتد كونديشن اوف ثرومبوزز. كلام صحيح 100%. الدي اي سي هي عباره عن كومبليكيتد، يعني حاجه مضاعفات للثرومبوز. لانها بتبدا تنتقل للاعضاء. يبقى لو قال لك قول لي الكومبليكيشن اوف ثرومبوزز ايه هي، تبدا تقول له الدي اي سي. تمام. ده كان موضوع سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. الموضوع الاخير في الثرومبوز هو الكلوتنج. الكلوتنج زي ما اتكلمنا عليها بتحصل جوه السي في اس وبره السي في اس، ممكن تحصل بره السي في اس في حاله الايه؟ الهيموريدج، وممكن تحصل جوه السي في اس في حاله اللايف، ودي بتبقى الثرومبويز عادي والبروباجيتنج ثرومبس اتكلمنا عليها في اول حصه. طيب ممكن تحصل جوه السي في اس افتر ذس. وفي الاخر بيقول لك ان في مقارنه بتحصل ما بين الكلام ده، على فكره يعني كاتوجري بي مش مهم قوي بالنسبه لنا، لكن المقارنه مهمه ما بين الكلوتنج والبليتلت بلاج والثرومبوز. طيب نبدا ناخد المهم بالنسبه لي هو الثرومبس والكلوتنج، ابدا قارن معايا كده. طيب انت ممكن تحفظ واحده وتعكس الثانيه. انا قلت لك فاكر الاربع شروط اللي قلتهم لك في الاول اللي هي فورمت في الثرومبس انها تتكون من سوليد ماس، يبقى دي اول حاجه تحطها في المقارنه. يبقى اكيد عكسها في الكلوتنج، انها مش هتبقى ايه؟ مش هتبقى سوليد ماس. تمام. مفيش سوليد ماس. تمام. يبقى بتبقى الثرومبس بتبقى فيرن والكلوتنج بتبقى سوفت. الحاجه الثانيه تتكون ديورنج لايف، يبقى الحاجه الثانيه تكتبها في المقارنه تتكون ديورنج لايف. تمام. طيب الثانيه ممكن تتكون ديورنج لايف زي ما شفنا في البروباجيتنج، وممكن تتكون ديس، يبقى ده برضو في المقارنه. النقطة الثالثة قلنا انها بتتكون من circulating blood elements. طيب بالنسبة للكلوتنج لا، بتتكون من stagnant blood راكد زي ما شرحنا في البروباجيتنج ثرومبس. طيب النقطة الرابعة انها تتكون جوه السي في اس الثرومبس. فقال لك والله الكلوتنج ممكن تحصل جوه السي في اس وممكن تحصل بره السي في اس. بره السي في اس حط لي عليها دايرة، انت بتحصل بره السي في اس في حالة الهيموريج بس. تمام. طيب البليتلتس هل بتتجمع في حاله الثرومبس؟ طبعا، ده انا قلت لك ان من اهم البريسبوزنج فاكتور لحاله الثرومبس هي ان البليتلتس بتزيد، فالبليتلتس لما تزيد بتبدا تتجمع مع بعضها بتعمل لي ثرومبس. طب هل في بليتلت في حاله الكلوتنج؟ الكتاب حاططها لك بخط عريض، مفيش بليتلت. طيب الثرومبس الوانها ايه؟ الوانها بتبقى بيل وريد وميكسد زي ما اتكلمنا عليه، بينما الكلوتنج بتبقى جاست ريد اوليرو، الوان ما فيهاش اي مشكله معانا. طيب الثرومبس بتبقى لازقه في بعضها، ادهيرنت، بتبقى لازقه في بعضها، بينما الكلوتنج بتبقى لوز. تمام. كده دي المقارنه اللي ما بين الكلوتنج والثرومبس. طب بالنسبه للبليتلت او الهيموستاتيك بلاج، دي عباره كده عن بلاج ساده بتتكون في البليتلتس اللي بتعملها، هيموستاتيك نورمالي بتحصل في اي انسان. تمام. طيب ما هي كده يا دكتور شبهها شبه الثرومبس بالظبط. فعلا والله، حتى في الكتاب لو انت بصيت في المقارنه هتلاقيها شبه الثرومبس بالظبط. ازاي؟ هي بتحصل ات انجرد اندز اوف بلاد فيزل، ده يعتبر الاختلاف الوحيد بتاعها، انها بتحصل ات انجرد اندز اوف بلاد فيزل، بتتكون دورنج لايف ان سيركيوليتنج بلاد. طب ما الثرومبس برضه بتتكون كده، اجريجيتد بليتد، فعلا برضه الثرومبس كده بتبقى فيرم، بتبقى اديرنت، بتبقى ميكسد. يبقى خلي بالك
البليتلت بلاج اللي كتبها لنا في الكتاب ده اهي بتبقى زي الثرومبس بالظبط، لكنها بتحصل فين؟ في الانجورد اندز اوف الفيزلز، والكلوتنج ابتدينا نتكلم عليه. طيب كده خلصنا الموضوع ده، المقارنه قلنا مقارنه اهم جزء فيها موضوع الكلوتنج والثرومبس، وبكده نكون خلصنا حصتنا النهارده، ويكون خلصنا نص منهجنا اللي هو الثرومبس. ان شاء الله الحصه القادمه هنخلص الامبوليزم والبكتيريا الانفكشن، وبكده نكون خلصنا حصتنا النهارده. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.